وبعد يوم حافل بالمواهب والإبداعات من المشاركين ومن لجنة التحكيم، وصلنا للحظة اتخاذ القرار. أهلا وسهلا فيكم يا حلوين من جديد. أنتوا فزتوا معنا كلكم ببر ما شاء الله، 6 برات. حلو برات هيك؟ شو برات؟ ولا برات غير براد؟ 6 أبرار إن شاء الله. 6 أبرار. 6 أبرار. طيب هلا رح نسمع مقطع من كل واحد فيكم، وبعدين تتشاور لجنة الحكم ونقرر مين رح يكون الكنز اليوم عنا. ماشي؟ نسمع أول شيء من عبد العزيز. تفضل يا عبد العزيز. أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. وذهب لي درجات العليا، يا ذا المنة يا ربي، يا ذا المنة يا ربي. وإذا ميت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي. وإذا ميت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي، واحشرني مع خير الرسل، يا ذا المنة يا ربي. أحسنت أحسنت ما شاء الله. تفضلي يا لمياء. مكانك ارجع لورا شوي، مكانك عادي. أيوة. حبها في القلب ضايب وأنا غايب عنها، أمي يا أغلى القرايب والحبايب دونها. حبها في القلب ضايب وأنا غايب عنها، أمي يا أغلى القرايب والحبايب دونها. شكرا يا لمياء. يلا يا حصة. عالشط يلا وديني، شمت هوا بتسليني. عالشط يلا وديني، شمت هوا بتسليني. ينعشني هاللون الأزرق والدنيا تحلى بعيني. هيلا هيلا بحرية يا بهيلا هيلا بحرية. شكرا شكرا يا عسل. بالسلامة حبيبي يا بابا، تروح وترجع يا غالي. يا دموع العين سكابة، الدنيا أنا مالي. مين يحن علينا مين من بعدك يا نور العين؟ مين يحن علينا مين من بعدك يا نور العين؟ حضن يجمعنا كل حين ويغمرنا بالسلامة. شكرا. فتش في قلبك عن كلمة بحبك، وترك ظلامك وغرورك وكبرك. والابتسامة أجمل وسامة، وسامة رحمة وفضيلة بيوم القيامة. طب يلا نعيش الحب ونرسم كلمة حب الغير. خلينا نعيش الناس نعلم معنا حروف الغير، ونعيش الإنسانية. طيب شكرا. تفضلي يا العنود. أن تدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. وتهب للدرجات العليا، يا ذا المنة يا ربي، يا ذا المنة يا ربي. شكرا شكرا يا عم. خوف وترقب وقلق. قبل إعلان المتأهل معنا من الرياض لبيروت، يا ترى مين حيكون؟ أهلا وسهلا فيكم يا حلوين. بعد اجتماع لجنة التحكيم والتشاور في اختيار الصوت الأميز والأفضل، كلكم ما شاء الله رائعين، لكن في مواصفات معينة للصوت اللي حيستمر معنا لبيروت. راعين ومكشرين وخايفين. ليه؟ راعين وخايفين ومكشرين، ما حيزبط معنا. احنا عمو خالد سألكم من أول لحظة، عندك مشكلة أو عندك مشكلة لو إجا غيرك؟ فالكل كان خياره أكيد أنا بحب أني أكون موجود وبحب الخير لغيري. فإحنا مع ذلك اخترنا اليوم كلكم. أول شيء طبعا نجوم، وكلكم أصواتكم حلوة. تمام. بس في النهاية لابد واحد منكم يطلع يستمر معنا إلى وين هذه المرحلة؟
توت على بيروت او على بيروت. بعد التشاور مع عمو مراد وعمو خالد وعمو برهوم، لجنة الاستماع ولجنة التحكيم اليوم بعد ما شفناكم وسمعنا أداءكم أكثر من مرة اختاروا اللي يستمر معاهم إلى بيروت. إيش عبد العزيز مالك منزل راسك خايف؟ لا ما احنا ما قلنا لسه، شايفك أنا مرتبك. وانتوا يا بنات مرتبكين؟ طيب اخترنا بنت من البنات تستمر معانا إلى بيروت. تم اختيار شموس تويجري. ألف مبروك يا شموس. أيوها ألف مبروك. مبروك يا عمو، إن شاء الله تكوني أنت ممثلة للمملكة وبطلة في أدائك مميز. جميل، بس حاولي ما تأذي. سلم عليها وسلم على أصدقائك وصديقاتك. يلا 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 نسمع غنوة منك، فرجي كل العالم فنك. يلا نسمع غنوة منك، فرجي كل العالم فنك. كلمة طيبة تحكي عنك وكل شو تفيزة. صوتك كان راح تكتشفه عطيون الجنة.